بداية أشكر الجامعة الدولية التي عادة ما تتحفنا بمآدب شهية علمية وتتيح لنا فرصة الخروج من بعض القوالب اللي للأسف فرضت علينا في مؤسساتنا الأكاديمية التي ننتمي إليها، قوالب جامدة أقصد. أنا حقيقة لن أتكلم كثيرا عن بعض الشجون المتعلقة بالعمل القضائي، ولكن بداية أنا حاب نتكلم وبصفتي أكاديمي يعني بعيد عن أي صفة أخرى عن مظلمة حقيقة يعني أنا لاحظتها من خلال قربي إلى حد ما من العمل القضائي، وهي مظلمة لا بواكي لها، لأن نحن عادة ما نتحدث عن الجانب الذي يمسنا نحن يعني متصلين بالعمل القضائي كمواطنين نقصد. ولكن ما فيش عمل سواء كان عمل قضائي ولا عمل أكاديمي يمكن أن يتم بطريقة فيها نوع من الـ من الـ من الإبداع والخلق إذا كان العمل اللي مؤدى هو عمل متراكم وعمل كبير. حقيقة أنا من خلال تواصلي يعني المتواضع بساحات المحاكم لاحظت أن القاضي يدخل للجلسة بثمانين وتسعين ومئة ملف، وهذا الصوت والله يبدو أن تليفوني أنا تليفوني. فلاحظت أن حجم القضايا المعروضة على القاضي حجم كبير جدا وشيء مبالغ فيه، وهذا راه نحن ما نتكلموش عن حجم مادي، هذا ينعكس على أداء الجهاز القضائي فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية اللي تحكم المحاكمة العادلة. وربما هذه فرصة أني أنا نضرب مثال أتيحت لي فرصة الاطلاع عليه في فترة زمنية متقاربة، ومش هنطير راه أنا هذه ممكن المقدمة هذه طويلة، بعدين سأتوجه مباشرة لملاحظتين رئيستين نطرق بين مسامع سيادة المستشار ونسمع منا رأي فين. كانت التجربة في سنة 2020 أو 2019 أتيحت لي فرصة حضور محاكمة بصفة ما في إحدى الدول الأوروبية، في بريطانيا كانت المحاكمة، كانت لملف قضية واحدة تداوله القاضي مع المحامين على طول أسبوع. القاضي كان يدخل على ملف واحد طول أيام الأسبوع لمناقشة ملف واحد يسمع فيه المرافعة والشهود دون أن يشغل باله بأي موضوع آخر. في المقابل في نفس العام حضرت جلسة في إحدى الضواحي، ضواحي مدينة بنغازي، القاضي الجزئي مسكين يدخل يبدأ بالدعاوى المدنية ثم الدعاوى الشرعية ثم الدعاوى الجنائية. فيش إنسان لا يمكن مهما كانت درجة كفاءته عالية يقدر يحيط بهذه التفاصيل المتعددة والمتشعبة. هذه فقط مظلمة ربما الزملاء ربما يأخذهم الحياة في أنهم يعلنوا عنها، ولكن راهي مظلمة حقيقية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كخطوة من خطوات إصلاح العمل القضائي من خلال التخفيف على الـ على الـ على الـ على القضاء. سؤالي أنا حنتكلم عن مسألتين رئيستين. المسألة الأولى وهو دور المجلس الأعلى للقضاء وتجاربنا الأخيرة معه في تعزيز أهم مبادئ المحاكمة العادلة. أولاً نحن في الفترة الأخيرة فوجئنا بصدور قرار عن المجلس الأعلى للقضاء، وأرجو أن لا يكون حديثي عن المجلس الأعلى للقضاء فيه إحراج للسادة المشتغلين بالقضاء باعتبار أن المسألة فيها نوع من الحساسية أنا أدرك، ولكن نحن نتكلم عن أطر عامة. صدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء يتعلق بمنح الإذن لمحكمة لدوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس بعقد جلساتها داخل سجن معتيق، وراه النص صريح، القرار كان صريحا بأن يؤذن لدوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس بعقد جلساتها داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل معتيق. أنا صراحة بالنسبة لي هذا القرار هو فاجعة، لأن هذا فيه إخلال بحق الدفاع. أولا أنا كقاضي، أنا كمحامي عفوا، ما أقدرش نمارس دوري في الدفاع داخل مؤسسة السجن في كثير من الدفوع. أيضا هناك العديد من وسائل الدفاع، في شهود ما يقدروش يدخلوا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل للإدلاء بشهادتهم عن واقع التعذيب حصلت داخل نفس السجن. فأنا أعتقد بأن هذا القرار يجب ألا يصدر عن أعلى جهة يعني تمثل العدالة في ليبيا. الشيء الثاني وهو يتعلق بذات الموضوع، عقد محاكمة داخل سجن مغلق داخل أسوار السجن فيه إخلال واضح وجسيم بمبدأ المحاكمة العادلة، ولما مبدأ المحاكمة العادلة من حيث
ترسيخ مبدأ العلنية. وأنا ما بيش ندخل في تفاصيل كثيرة، ولكن لا يمكن أن تتحقق علنية داخل سجن لا يسمح بدخوله إلا لطائفة معينة من الأشخاص، وقد يقتصر الدخول على المتهمين ودفاعهم. الشيء الثاني أيضا يتعلق بدور المجلس الأعلى للقضاء، وهو محاولة تحصين قرارات المجلس من الطعن عليه، سواء كان هذا التحصين السابق اللي حكم فيه بعدم الدستورية، أو التحصين اللي طلعنا به التعديل الأخير اللي أصدر مجلس النواب من حيث عدم جواز الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء إلا أمام المحكمة العليا. هذا تحصين، تحصين، وإن كان القانون يجيز للمحكمة العليا أن تتعامل مع تلك القرارات بذات القواعد التي تتبع أمام محكمة الاستئناف. أنا أدرك تماماً التكئة اللي الفلسفية التي يستند عليها مثل هذا القرار، ولكن هو في إخلال صريح بمبدأ المساواة. مجلس الأعلى للقضاء هو جهة إذا كانت قراراتها قابلة للطعن يجب أن يعامل شأنه شأن أي جهة إدارية أخرى يطعن في قراراتها. المسألة الأخرى وهي مسألة عزل القضاء، ظاهريا القاضي مصون من العزل، عمليا هناك عزل يمارس، والمحكمة العليا عندها مبدأ معروف ومشهور فيما يتعلق بمسألة النقل من القضاء إلى المحاماة العامة، هو مبدأ معروف. أعتقد أن يعني ما فيش داعي لي نعم، لكن أنا سؤالي، طالما أن القانون، وأقصد هنا قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية، فيه قواعد واضحة وصريحة تتعلق بالأخطاء المهنية الجسيمة اللي ممكن يرتكبها القاضي، كيف ما يمكن أن يرتكبها أي شخص مشتغل، كنظام المخاصمة والطعن على الأحكام. المخاصمة تصل إلى حد الخطأ المهني الجسيم. ما هو المبرر من وجود نظام التفتيش على القضاء فيما يتعلق بجزئية الأخطاء المهنية التي يرتكبونها؟ إذا كان القاضي مصون من العزل، أعتقد أن نظام التفتيش يصبح عديم الجدوى إلا إذا كان هو وسيلة مبطنة لممارسة نوع من العزل غير المباشر للقضاء. ولذلك سؤالي باش يكون محدد أستاذنا، اللي هو دور المجلس الأعلى للقضاء في ترسيخ مبدأ المساواة والعلنية في المثالين المذكورين، أنا في تقديري هو فيه انتهاك. شيء ثاني، مسألة العزل، كيف يمكن المواءمة بين المحافظة على كفاءة الأداء وبين صيانة القاضي من العزل في ظل نظام المخاصمة وفكرة الطعن على الأحكام التي قد تتضمن أخطاء مهنية؟ شكرا جزيلا. وبات فيه سؤال حقيقة يعني لم تكن الإجابات عليه في تلك الفترة كافية على الإطلاق، أو لم يتم تحسس على الأقل حتى من باب التحسس الأول للمشاكل، وهو سؤال يتعلق بالسلطة القضائية وحاجتها للإصلاح. وكان لنا مؤتمر عقد في فندق تيبستي أعتقد في عام 2012، لكن تم التشويش عليه بحكم التيارات الأولى للثورة وحكاية العزل، ويعني لم برغم جدية الطرح اللي كان فيه، لكن لم يتم توصل إلى نتائج علمية. وبقي السؤال مفتوح، هل السلطة القضائية تحتاج إلى الإصلاح؟ الحقيقة أنا شاكر أستاذ سعد، تحسس مناطق كثيرة في 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 يعني في صفحة السلطة القضائية الكبيرة. ورغم أن نحن نقول أن القضاء سلطة مستقلة، لكن لم يتم إعادة فحص لكل التشريعات بما ينزه القضاء من فكرة وحدة السلطة من الأساس. كل التشريعات التي تحكم القضاء الآن ولدت في عهد النظام السابق، وعهد النظام السابق كان يقوم على فكرة وحدة السلطة وليس على فكرة تعدد السلطات، وبالتالي كانت السلطة القضائية لها صوت معدود في مؤتمر الشعب العام، كان موجود النائب العام، كان موجود رئيس المحكمة العليا، وبالتالي كانوا حتى لهم صوت معدود في التشريعات التي تصدر من السلطة التشريعية، وبالتالي كانوا مساهمين فيها بشكل أو بآخر. وبرغم يعني هناك طبيعة فنية لكل سلطة، لكن هم في واقع الأمر كانوا موجودين فيها، وبالتالي ما زالت التشريعات التي تحكم السلطة القضائية الموجودة حاليا لم تضمن استقلالا مؤسسيا كاملا واستقلالا شخصيا، ولم يعاد فحصها على نحو ما قضى به الإعلان الدستوري الذي نص على استقلال السلطة القضائية. بكل تأكيد لا يوجد دراسات إلى الآن تحدد ما هي المشكلة التي تعاني منها السلطة القضائية مطلقا، لا توجد أي دراسة علمية سواء رسالة علمية أو بحث تحدد
المشكلة التي تواجه السلطة القضائية. لكن التحسس الأولي والعاملين في السلطة القضائية يعرفوا أن أهم مشاكل تواجه السلطة القضائية هي مشاكل التراكم أو مشاكل تدني نسبة الفصل ومشكلة التدني المعرفي الفني المستوى الفني. يعني إذا كان نحن قلنا ما فيش تدني في المستوى الفني يبدأ نحن مغمضين عيوننا على أهم مشكلة. وللأسف فإن السلطة التي تدير الشأن أو تدير دفة الأمور لم تنتبه أو تجاهلت على نحو ما هذه المسائل. في قضية التراكم بالذات لما نحن نتكلم على أرقام تتعلق بالجريمة مثلا، لنأخذ قضية الجريمة ونبتعد عن القضايا المدنية، نجد هذه الأرقام تتضخم في حين أن العاملين في السلطة أرقامهم يعني أعدادهم لا تتزايد لمواجهة هذه الجريمة. الوظيفة القضائية وظيفة طاردة، يعني أنا أحكي لكم مثلا الدفعة اللي تعينت فيها أنا ممكن فيها 120 شخص، اللي موجودين الآن في السلطة ممكن 50 شخص. يعني حتى وانت تخطط للسلطة القضائية تبي تراعي ان هذه الوظيفة طاردة لانها لمصلحة القطاع الخاص، لمصلحة المحاماة الخاص، وتبي تراعي ان معدلات الجريمة تتزايد، تبي تراعي ان عدد السكان يتزايد. للأسف هذه المسائل غير مطروحة ابدا امام صانع القرار في السلطة القضائية سواء في السابق او بعد الثورة. نجو الى معالجات قانونية لمواجهة التراكم. هناك الكثير من المسائل التي نستطيع بها مواجهة قضايا التراكم بشكل قانوني، تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تعديلات في قانون المرافعات، تعديلات في جملة من القوانين الأخرى التي نستطيع بها مواجهة هذه المسائل. إذن نحن لدينا مشكلتين أساسيتين، وبكل تأكيد فإن هاتين المشكلتين تلقي بظلالهما على قضية التي تطرق إليها السيد سعد، اللي هي قضية مدونات السلوك. نجو إلى مدونات السلوك ونسأله سؤال أساسي، هو في أي منطقة تقع منطقة مدونة السلوك؟ في منطقة التعيين، في منطقة التدريب، في منطقة الترقية، في منطقة التأديب، في أي منطقة بالضبط؟ أم أنها في كل هذه المناطق؟ يعني هل هي جزء من نظام التأديب فقط؟ يعني شخص لما يخالف هذه المسائل يمشي للتأديب، هل هي جزء منه؟ رقم اثنين، هل اعتمد قانون نظام القضاء الليبي أو نظام القضاء الليبي اعتمد فكرة عدم الصلاحية اللي حكى عليها أستاذ سعد في المحكمة العليا؟ ثلاثة، إذا كان نحن سلمنا أن مدونة السلوك هي إطار عمل واسع ليس لغرض التأديب وإنما لغرض احترام معايير موضوعية في عملية التعيين والتدريب والترقية، فهو بالضرورة معايير لازمة، وهي كجانب قانوني مستمدة من اتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية مكافحة الفساد في ليبيا صارت نافذة باكتمال إجراءات التوقيع والتصديق عليها، وبالتالي يعني يجب يكون لكل شريحة وظيفية أو لكل مهنة مدونة السلوك الخاص بها. كيف يستطيع عامة الناس، يعني خلينا من الرقابة الفنية للتفتيش، كيف تستطيع منظمات المجتمع المدني وعامة الناس الرقابة على القضاء لإنفاذ أحكام مدونة السلوك؟ وهذا سؤال أساسي. اتفاقية مكافحة الفساد تتكلم على الحق في الحصول على المعلومة، وهو حق ليس للوطني بل حتى للمقيم إقامة شرعية في البلد أن يتحصل على المعلومة لمواجهة، لأن أنا نبي نعرف مثلا أنت كيف أنفذت كسلطة قضائية، كيف أنفذت أحكام هذه المدونة، وكيف وصلت في النهاية إلى أن المخالفين سواء كيانات السلطة في حد ذاتها أو سدنة السلطة وعمالها، كيف شل الإجراءات الموضوعية اللي أنت تبي تلزم بهم. وبالتالي أنا كمنظمة مجتمع مدني، كجامعة، كباحث، كفرد عادي، يعني أتلمس الحصول أو الحق في الحصول على هذه المعلومات لوصولا لإلزام السلطة بهذه المسائل، وبالتالي يجب أن يكون هناك إطار قانوني واضح في الحق على في الحصول على المعلومة لهذه المسألة ولغيرها من المسائل، لكي يعني نستطيع إنفاذ رقابة مجتمعية ورقابة صحفية لإنفاذ أحكام مدونات السلوك. أنا بس فيه الأسئلة الثلاث التي طرحها الدكتور نجيب، اللي هي لأي حد يوجد فساد، العلاقة بين النمو الاقتصادي والقانون العام. هذه القضية تثير سؤال آخر، هو لأي مدرسة ينتمي القانون الليبي؟ القانون الليبي ما هوش مدرسة قانون عام ولا هو لاتيني، هو خليط
في فترة طويلة من بدايتها من الخمسينات لعند يعني تجي في فترة من فترات من السبعينات كانت فترة تحول اشتراكي وتطبيقات اشتراكية وكل التشريعات كانت اشتراكية مخلوطة بتشريعات إسلامية. لما نجو نحكو على رباء النسيئة مصدر إسلامي، لما نجو نحكو على كثير من التشريعات واحد جيبيننا من بلد جيب من روسيا، واحد جيبيننا كثير من التشريعات من بلدان مثلا اسكندنافيا اللي هي فيها المد الاجتماعي الواسع، وبالتالي ما تقدرش تصنف على أن قانون عام أو قانون لاتيني، هو خليط، هو خليط. يعني توا نحن نجو نحكو على القانون التجاري الأول اللي في الخمسينات، هما اللي دروه مجموعة خبراء مصرفيين إنجليز، وبالتالي هو أقرب للمدرسة الأنجلوسكسونية، مدرسة القانون العام، هو القانون البحري من القانون اللاتيني. المدني أقرب للاتيني، دخلت عليه تطبيقات اشتراكية، دخلت عليه تطبيقات إسلامية، وما بعد الثورة طبعا هذا موضوع أخرى بروح ما تعرف شنو هذه بالضبط. السؤال هذا طرح من قبل في مؤتمر وربطوا قضية التنمية بالقانون العام، وأنا مانيش عارف يعني هل البحث اللي توصل لهذه النتيجة ارتكز على، لأن نحن لما نقوله فشلت التنمية في دول القانون اللاتيني، نحن نتكلم مثلا على وضع نمو متخلف في فرنسا مثلا اللي هي البلد الأم، أو كثير من البلدان الأخرى اللي هي انتمت لمدرسة القانون اللاتيني، وهذه حقيقة ما هيش موجودة، لأن الوضع النمو حسب أرقام اقتصادية ثابتة أن فرنسا تتقدم، وأن كثير من الدول التي تتبنى النظام اللاتيني تقدمت على نحو جيد. بعض الدول أخذت بهذه الفكرة وأحدثت مزاوجة، يعني تو مثلا جو الإمارات جت المناطق معينة وأنفذت فيه الأحكام القانون العام، يعني مثلا منطقة جبل علي تقول راي تنفذ فيها أحكام القانون العام. عندنا طريقة معينة أخرى في القانون الليبي، إن من الممكن أن بعض العقود يتم الاتفاق فيها على إنفاذ أحكام القانون العام اللي هي بيش متعلقة بالنظام العام الليبي، وبالتالي تطبق ولنشهد بعدين نشوفه نحن تنجح ولا ما تنجحش. لكن راه ربط قضية النمو بهذه التشريعات أو بتلك، أعتقد الحقيقة أن يعني مبدئيا أنا حنقول مين مثلا نشوفه شن الأرقام اللي ربطت بين هذه التشريعات وبين جانب ديني مثلا بالبروستانتية، مثلا نجول تشريعات أخرى نحن تو نتكلم على جورجيا مثلا. جورجيا الآن هي البلد الأكثر تحقيقا نمو، هي بلد ذات تشريعات اشتراكية، طبعا ديانتها أرثوذكسية في الغالب، يعني معظم الشعب أرثوذكس، ولكن استطاع قيادي فيها أن يفتح أبواب النمو بطرق معينة، وكانت هي شبيه بالاقتصاد الليبي على فكرة، نفس مشاكل الاقتصاد الليبي بالضبط، استطاع بطريقة ما أن يفتح أبواب رغم أنها بلد يعني معظم تطبيقاتها كانت سوفيتية وكانت جزء من الاتحاد السوفيتي وبلد أرثوذكسي. شكرا. وبغض النظر عن الحديث عن استقلال القضاء، أنا سأدخل مباشرة في بسؤال، هل القانون رقم 6 سنة 2006 بشأن القضاء هل هو يدعم فعلا مبدأ استقلال القضاء في وجود إدارة المحاماة وإدارة القضايا وإدارة القانون؟ قانون رقم 6 سنة 2006 بشأن أحكام القضاء، هل هو يدعم فعلا مبدأ استقلال القضاء، وهل القاضي فعلا زي ما قال دكتور طارق هل هو مستقل فعلا في وجود هذا القانون نقصد، أم أن الأمر يتطلب تدخل السلطة التشريعية بتعديل هذا القانون، خاصة وأن مشروع الدستور سنة 2017 وضح في 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 مادتين أعتقد، مادة 121 ومادة 123 أعتقد يعني أن 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 السلطة القضائية تتمثل في اثنين فقط، القاضي وعضو النيابة، وجاء في مادة أخرى وحدد ما هي الهيئة القضائية. نحن عندنا إشكالية راهو في مسألة السلطة القضائية في الهيئة القضائية، هنا تكمن المشكلة في وجود هيئات قضائية خاصة من المجلس الأعلى، كان مسمى المجلس الأعلى هيئة القضائية، الآن سموه المجلس الأعلى للقضاء، وما زالت المحاماة العامة وإدارة القضايا وإدارة القانون جزء من المجلس الأعلى للقضاء اللي غير اسمه، غير كان المجلس الأعلى هيئة القضائية الآن أصبح المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي تبدو الإشكالية في 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 القانون رقم 6 لسنة 2006. متى ما تغير هذا القانون أعتقد أن القاضي فعلا القاضي يجب أن يكون مستقل، لكن اليوم قاضي بكرة نلقاه في المحاماة العامة ولا محاماة عامة نلقاها عضو نيابة، وهكذا يعني بصراحة
وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الجامعة الدولية على إتاحة هذه الفرصة، والحقيقة نحن كقضاة يسعدنا المشاركة في مثل هذه الملتقيات العلمية، بل بالعكس يعني احنا عندنا نصوص يعني للحث على المشاركة في المنتديات العلمية، بحيث ان القاضي حسن او يطور من مستواه. فهي ما دكتور الاستاذ سعد في البداية قال يعني دعيت كم قاضي ورفضوا بحجة انها يعني ممكن في منع من المجلس على القضاء او التفتيش، يعني هذا الكلام غير صحيح. والامور اللي مقرره بمقتضى القانون هذه ما تستشير فيها احد ولا ترجع يعني تنتظر الاذن من احد. ويعني بموجب القانون حنجوب مثلا اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد الماده 11 التدابير المتعلقه بالجهاز القضائي واجهزه النيابه العامه. الفقره الاولى نظرا لاهميه استقلاليه القضاء وما له من دور حاسم في مكافحه الفساد، تتخذ كل دوله طرف، وليبيا دوله طرف وصادقت على اتفاقيه، والمحكمه العليا قالت الاتفاقيات الدوليه في ليبيا لها مرتبه اعلى من القوانين، بحيث اذا حدث تعارض بين اي قانون مع اتفاقيه دوليه فالاتفاقية الدولية هي النافذة، في حكم شهير للدائرة الدستورية، والدائرة الدستورية هي تتكون من جميع دوائر المحكمة العليا، وهي ملزمة لجميع المحاكم وللجهات الأخرى. الجهات الأخرى اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بحيث أن السلطة التشريعية تمتنع عن إصدار قوانين تخالف ما انتهت إليه المحكمة العليا من تفسير، وكذلك السلطة التنفيذية تمتنع عن اتخاذ قرارات مناقضة لهذه الأحكام. وفقا للمبادئ الأساسية أستاذ سعد، أنا نأكد على نقطة أن القاضي غير ممنوع من حضور منتديات العلمية، فاتفاقية مكافحة الفساد الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وليبيا صادقت عليها في 2008 بموجب قانون. نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. جاء عندنا المجلس الأعلى للقضاء وأصدر قرار رقم 3 لسنة 2008 باعتماد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في الجماهيرية في ذلك الوقت في ليبيا. هذا القرار تضمن مدونة السلوك، وهي تحث على أن يسلك القضاة مسلكا بحيث أنها يعطي ثقة الناس في الجهاز القضائي أو السلطة القضائية، من بينها مثلا ويجوز له في إطار الأداء الجيد لمهامه ودون الإخلال بمبدأ الحياد والنزاهة وبالاستقلال أن يقوم بما يلي: المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالقانون في صراحة أكثر من ذلك، أو التنظيم القضائي وإدارة العدل أو أي مواضيع مرتبطة به، الظهور في جلسات علنية أمام هيئة رسمية مكلفة بأمور مرتبطة بالقانون والتنظيم القضائي وإدارة العدل والمواضيع المرتبطة بها، العمل كعضو في هيئة رسمية أو لجنة أو هيئة استشارية رسمية بعد موافقة جهات الاختصاص، الاشتراك في أي أنشطة أخرى إذا لم يترتب على ذلك مساس بكرامة القضاء أو تأثير على أداء وظيفته القضائية. يجوز له الانتساب لجمعيات أو نوادي قضائية أو ما في حكمها. فهذه أمور مقررة بموجب القانون،
والأمور اللي قررها القانون لا تحتاج إلى إذن من أحد، لا من المجلس ولا من غيره. ما يمكن قوله بالنسبة للسلطة القضائية في ليبيا بعد سنة 2011 أكثر قوانين طالتها تعديلات هو قانون نظام القضاء، أكثر تعديلات حدثت. معنى ذلك أن هناك صراع اتجاه السلطة القضائية. في الواقع يعني يفترض أن بعد 2011 صدر الإعلان الدستوري وقال السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم، مش المجلس الأعلى للقضاء، لا تتولاها المحاكم. إذن السلطة القضائية هي المحاكم، وهي تختص بالفصل في جميع المنازعات حتى تلك التي يكون المجلس الأعلى للقضاء طرفا فيها. كان من المفترض أن يصدر قانون للسلطة القضائية، تنظيم سلطة قضائية، ولم يصدر هذا القانون. أدخلت عدة تعديلات على قانون نظام القضاء القائم، وقانون نظام القضاء القائم يخالف الإعلان الدستوري 2011، ويضرب مبدأ استقلال القضاء في مقتل. من ضمن الخلل الذي تضمنه قانون رقم 6 لسنة 2006، احنا كان عندنا قانون رقم في 76 اعتقد او 75، وتم تعديله، تم اصدار قانون جديد في 2006 هو المعمول به حاليا بعد التعديلات. هذا القانون يعطي الحق للمجلس الأعلى للقضاء في نقل القاضي بدون إبداء أسباب، ينقل القاضي بدون أي مبرر أو سبب. أين ينقل؟ ينقل استحدثت هيئات مثل إدارة القضايا، المحاماة العامة، والنيابة العامة. في الحركة القضية قد يجد القاضي نفسه منقول إلى إدارة المحاماة، منقول إلى إدارة القضايا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دون أن يلزمه القانون بإبداء أسباب. وهذا طبعا عزل، أنا هذا رأيي قبل حتى 2011، هذا يعتبر عزل، ولا يوجد هذا النص في العالم بأسرة، لا يوجد. القاضي عندما يتم تعيينه كقاضي يعزل بطريق المحاكمة التأديبية، إذا ارتكب خلل تأديبي يحاكم عليه ويتم إما نقله إلى مثلا في الكثير من الأحيان ينقل فيه لوزارة العدل كموظف، أو إلى أي جهة إدارية أخرى. أما أن ينقل القاضي بقرار من المجلس على القضاء بدون أسباب، هي حتى بأسباب تعتبر عزل للقاضي، ما هوش استقلال. باين احنا سيدنا القاضي هذا يعني ليش نحن حريصين انه لا يعزل ولا يقع تحت اي تأثير؟ ليس محبة فيه أو ميزة له كما أشار الزملاء، إنما حتى تكون دعاوى الناس أو المتقاضين في أيد أمينة، في يد قاضي غير مرتعشة، في يد قاضي لا يخشى إن حكم لفلان أو على فلان أن يتم نقله لسبب أو لآخر. فالقانون بكل تأكيد معيب. عندنا مسألة الحق في الترشح، حكى على الأستاذ سعد لكن جابها في إطار عام. هل يجوز للقضاة، معلش أنا ممكن طولت شوية، هل يجوز للقضاة الترشح مش الانتخاب، المشاركة في الانتخابات؟ هذه قد يعني هي اقتراع سري، لكن هل يجوز أن يترشح يكون رئيس دولة أو يكون عضو في البرلمان؟ أنا وقع تحت نظري كتاب
وردت فيه أمور لا تصدق. من جهة يعني أتحفظ عن ذكرها، وصورت كأن العمل في البرلمان جريمة أو عمل مع متهمين. هو البرلمان هذا يعني هي الاستقامة، استقامة والنزاهة، هذا أمر مفترض في كل إنسان، هذا مطلوب في كل إنسان، حتى الذي لم يحت الشخص العادي. هذه الصفات مطلوبة في الموظف العام، في أي موظف عام يشتغل في الدولة. الأستاذ الجامعي يجب أن يكون حتى هو عنده مسلك، بحيث أن تكون نظرة الناس للجامعة تحترم الجامعة من خلال هذا الأستاذ يعني، وهكذا. وطبعا القاضي نفس في نهاية المطاف هو موظف عام، لكن الترشح، حق الترشح، هل عندنا نص يمنع؟ هل فيه نص تمنع القاضي من أن يترشح؟ الإعلان الدستوري نص على أن الحق في الانتخاب والترشح لجميع الليبيين، هذا 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 نص حاكم. قانون نظام القضاء لا يوجد فيه نص يمنع القاضي من الترشح، قال هيك يمنع الاشتغال في الأعمال السياسية، يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية، ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية، لأن كان في 2006 طبعا ما فيش نص صريح يمنع الحق في الترشح. ولذلك كانت فتوى إدارة القانون عندما تقدم السيد مستشار الحافي في المجلس الرئاسي، كانت الفتوى صحيحة ومطابقة للقوانين الليبية. بعد ذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار، ممكن طولت، قرار يمنع على أعضاء قضية الترشح. بناء على ماذا؟ هل مجلس الأعلى للقضاء مشرع؟ هل هو مشرع يملك إصدار تشريعات مشاركة مع البرلمان؟ قولا واحدا، قرار غير صحيح، غير قانوني. يعني ممكن أنت حق ترشح فيه كلام وفيه، لكن القوانين الليبية لا تمنع، ما فيش ما يمنع. عندنا المشاكل اللي تواجه في السلطة القضائية، عندنا بطء العدالة، وعندها أسباب بطء العدالة. انخفاض المستوى دكتور، انخفاض المستوى أو الكفاءة لدى المشتغلين، هي طبعا انخفاض بشكل عام في الدولة، فهم يعني زي ما عندنا انخفاض في مستوى في الطب في كذا، حتى هم شريحة من شرائح المجتمع يتأثرون بالظروف. قبل 2011 كان في تدريب، كان فيها يعني إلى حد ما يعني كان عندنا هنا حراك لا يتوقف، مستشارين يجونا من كل مكان نسألوا فيهم وكذا، ومحاضرات. الكلام هذا بعد 2011 انقطع يعني، ما فيش، فأثر على المستوى، وأصبحت العدالة بطيئة نظرا حتى للكثرة، كثرة الدعاوى وقلة عدد العاملين. جزئية أخيرة اللي هي عدم تنفيذ أحكام القضاء. أصبحت أحكام القضائية غير ذات معنى، يعني تصدر حكم ضد الدولة لشخص تعويضه أو لأن انتهكت حقوقه، تصدر أحكام ولا تنفذ، وشكرا، وسبقوني على الإطالة. بتعقيب على اللي قال الدكتور، بس المجلس الأعلى للقضاء عندما أصدر القرار رقم 3 سنة 2008 بشأن إنشاء المدونة، عمل بنص المادة 11 من اتفاقية هيئة الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، أصدر أيضا تعديل لهذا القرار، قرار رقم 21 سنة 2019. المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرار رقم 19، رقم 21 آسف، سنة 2019، وعدل فيه هذه المدونة، وأضاف نقطتين من ضمنها قصة القاضي
خاصة على التواصل الفيس وعلى وقال له خليها في الحاجات المغلقة بس يعني، لكن ما تخش على الفيس ب. وأيضا مسألة إنشاء الجمعيات والنوادي حتى هي أثارها المجلس على القضاء في القرار رقم 21. نشكر الجمع الطيب اللي يجمعني بالأخوة والزملاء. الحقيقة أن موضوع أخلاقيات مهنة القضاء موضوع حساس ويحتاج إلى عدة جلسات وحوارات. صلب الموضوع هو ما تمر به السلطة القضائية. الحقيقة أن السلطة القضائية تمر بمنعرج شديد الانحراف نقدر نقوله، لأن في يبدو أن في زي ما نقدرش أن هجمة أو شو الغرض منها في النيل من القضاء. طبعا لما نقول النيل من القضاء، لما تكون في مواجهة أو حرب ضد القضاء، طبعا القضاء هو الحامي للحقوق والحريات، القضاء هو الضامن الوحيد القادر على سيادة القانون. لما نقوله قضاء معناها أنه هو الحاجة الوحيدة اللي هي تقعد فيها ضامن لسيادة القانون وتأكيد استقلال السلطة القضائية. الحقيقة في كم نقطة أثيرت أمامي وحبيت نشارك فيها، اللي هي مسألة التفتيش القضائي، فكرة عدم قابلية القضاء للعزل. الغرض من التفتيش، أنا شايفة أن وجود تفتيش ضروري وملح في الجهاز القضائي، لأن الغرض من التفتيش مش الغرض من التفتيش أنه هو يكون سلاح، بالعكس الغرض من التفتيش أنه هو اكتشاف جميع الأخطاء الذي يقع فيه القاضي. القاضي ما يقدرش حد يكتشف الخطأ التاعه إلا قاضي مثله. قد يكون نحن لما نقول القضاء يقع عليهم التفتيش، يقع عليهم من مستشارين. لما كنا نحن كقضاء نخضع للتفتيش، كنا نشوفوا أن المفتشين وكأنهم يتصيدوا في الماء العكر للأعضاء. لكن لما قعدنا مفتشين وشفنا الهني لمنا ما خذينا التمسنا العذر لأي مفتش قد نظرنا فيه أن هو المفتش هذا شديد أو قاسي. بمعنى المفتش من الغرض بتاعه لما يفتش على عضو الهيئة القضائية، يحرص دائما على شد العصا من النص، عدم الإضرار بالعضو، وفي نفس الوقت ضمان للمتقاضين. لأن اللي حصل أن في أخطاء تحصل، أخطاء شديدة كبيرة يعني تصل إلى حد الخطأ المهني جسيم، تحصل من أعضاء الهيئات القضائية. فأنا شايفة أن وجود تفتيش قوي واستمرار تفتيش على أعضاء الهيئة القضائية، لكن مع وضع ضوابط معينة. لما عند اكتشاف الخطأ، الأخطاء قد تكون يتم إصلاحها، يجب أن يتم لإصلاح هذه الأخطاء أولا يقع العبء على التفتيش نفسه. التفتيش هو اللي جاب القاضي هذا، التفتيش هو اللي جاب القاضي هذا. القاضي هذا يحتاج أول ما يحتاج إلى إعداد دورات مكثفة. اللي حاصل أن التفتيش عندنا يختار في الحركة القضائية أعضاء بدون أي يعني معايير، ما فيش معايير. الحاجة الوحيدة اللي هي قد يكون تؤخذ على تفتيش عدم وجود معايير وضوابط لاختيار أعضاء الهيئة القضائية كقضاء. الحاجة الأخرى اللي هي التفتيش يقوم بها قعد من جهة يعني إحنا قد يكون نقض أنفسنا نقولوا أن التفتيش وجوده ضروري. أنا شايفة أن وجوده ضروري وبمراقبة شديدة للأعضاء الخاضعين له. ليش؟ كضمانة. الحاجة الثانية عدم مساهمة التفتيش في إثراء القاضي أو إثراء عضو هيئة القضائية، ساهم أيضا في ضعف الهيئات القضائية. الحاجة الموضوع الثاني اللي هو حبيت نشارك فيه اللي هو عزل أعضاء السلطة القضائية. اللي سير إنه حاصل عزل، يحصل العزل وبشكل مستمر، ونحن متتبعين
للحركة القضائية باعتبارنا أن نحن أعضاء فيها، نلاحظوا كل سنة موجود العزل هذا. يتم العزل كيف يتم عزل القاضي؟ يتم عزله بأي طريقة، بنقلة بدون أي سبب، وهذا أكبر 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 خطأ تضع فيه إدارة التفتيش نفسها، أن هي تقدم في مقترح للمجلس الأعلى للقضاء باختيار قضاء معينين للقضاء وبنقل قضاء للإدارات الثانية، وكأن عقوبة مقنعة أنا نشوف فيها أني أنا قاضي اليوم قاعد قاضي جالس في المحكمة، ثاني يوم يصدر قرار بنقلي إلى إدارة القضايا أو إدارة المحاماة، هذا يعتبر عزل واضح. والمحكمة العليا في حكم الهاء في 2019 بنقل قاضي إلى إدارة المحاماة العامة اعتبرت أن هذا نوع من أنواع العقوبة وعزل، وبالتالي القاضي غير خاضع للعزل، لا يجوز عزله ولا نقله إلا بناء على موافقته. هذا أنا شايفة أني أنا لازم أن يكون تعديل في قانون نظام القضاء. وأيضا أرى أن عدم وجود عدم الخلط بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، القضاء جهتين، وإن كنا نرى أن حتى النيابة تعتبر ليست من القضاء، لكن باعتبار أن هي قد تصدر في مواضيع وتفصل في بعض الحالات، نرى أن القضاء ينحصر في جهتين، القضاء والنيابة. بالنسبة لإدارة المحاماة وإدارة القضايا لا تعتبر من أعضاء السلطة القضائية. وشكرا. هذا المبدأ تطور إلى فكرة الحق في الحصول على المعلومة، يتعارض مع مبدأ آخر اسمه مبدأ سرية بعض المعلومات، يعني سرية التحقيقات الجنائية مثلا، هذا سري. يبدأ نحن في حاجة إلى أن نفعل آلية مصاحبة إلى آلية التفتيش، وحنعطيك أمثلتها في العالم الآخر كيف مشيين، بحيث أنها تضمن نوع من الرقابة، منظمات المجتمع المدني والأشخاص عرفت يستطيعون يعني مش جسم. نحن نحكو على علنية الجلسات، شو اللي جابها في قانون الإجراءات والمرافعات؟ جابتها فكرة الرقابة الجمهور، رقابة الجمهور هي اللي جابت فكرة العلنية. العالم مشى إلى أبعد من ذلك، إلى فكرة أنها تحولت إلى الحق في الحصول على المعلومة، يعني ليس مجرد البقاء المادي في الجلسة أنك أنت رقيب على القاضي، إنما تحول إلى فكرة الحق في الحصول على المعلومة. منين جت؟ جت من اتفاقية مكافحة الفساد، ومنين جت؟ جت من القانون الوطني للمعلومات والتنسيق رقم 4 لسنة 90. تمام؟ نحن نحكو باش نحن نستطيع إنفاذ هذا الحق، نحكو على ما هو نطاق السرية باش نحن بعدين نحدو شن هو السري وشن هو يعني شن هي المعلومة اللي أنا عندي الحق في الحصول عليها. يعني ما نجيش ندك في تحقيق ونقول له عطوني شن فيه، لا هذه مش من حقه. العالم كيف حوت هذه الفكرة إلى نوع من الرقابة؟ تجي مثلا للنائب العام الأردني أو الفلسطيني تلقى إحصائية سنوية للفاصل في الدعوة، لماذا لا يتم فتح الاختيار حتى لأعضاء التدريس في الجامعات؟ لما أنا ندير معايير لازمة ونحول هذه المعايير إلى نوع من الرقمنة، يعني ما عادش تقعد تخضع للهوى الشخصي. لما نجو نقولوا هذا الاختيار يتكون من 10 نقاط، إذا كان أنت تحمل شهادة علمية عليا بعد الشهادة العلمية معك نقطة، تحمل لغة أجنبية معك نقطة، لغتين معك نقطة، دكتوراه معك نقطة. أحيانا يجي شخص خش على الامتحان معه في جيبه 5 نقاط، لأنه يتكلم لغتين بطلاقة، مع شهادة ماجستير ودكتوراه، مع ليسانس جغرافيا وليسانس أداب ولا ما. إذن لما يصير الترجيح في الاختيارات حتما سيفوز هذا الشخص، وهو سيكون خياري الأفضل لتولي مهنة القضاء. لكن لما نخلي أنا الاختيار مغلق، كيف لي أن أتي بالجيد؟ لأني أنا غلقت السوق، سوق الاختيار. هو الكون عبودة يحكي على مسابقة عامة، أنا نحكي على معايير حتى تنزه عملية الاختيار من الهوى الشخصي. نحن نحكو على اختيار تقعد معروضة، يقعد ما هوش مغلق. رقم 2، نحن ما عادش نحكو على أن الاختيار يعني يتم من الوطنيين. ليبيا اصلا كنظام قضائي قامت على الاجانب، ايش المشكله؟ انا لو جبت مثلا قضاء مصر، نحن احتكينا بهم في بعثة الامم المتحده وحكى عليه السيد عبد الكريم بعد 2011، احتكينا بكفاءات تعلمنا منها الكثير، يجب ان اقول ذلك. يعني تو انا لما جينا تصدى لدعاوى انتخابيه، يا جماعه انا راني كنت في نظام جماهيري، كنت في نظام تصعيد شعبي، ما نعرفش معنى انتخاب وما نعرفش كيف نفصل في الطعون الانتخابية، رئاسية مش رئاسية. أنا ما تدربتش،
أنا مانيش سيء، لكن أنا ما تلقيتش التدريب الكافي اللي خليني قاضي جيد في قضايا غسيل الأموال، في قضايا مكافحة الفساد، في قضايا الانتخابية، في غيرها من القضايا. وبالتالي المعايير الموجودة، نحن الدعوة الآن واضحة وصريحة وحسب مقتضيات المرحلة الانتقالية أن تتم عملية إعادة فحص للقانون رقم 6. مش الهدف منا إزالته، نجو ندرس كل مادة على حدة، هل تتفق مع المعايير الجديدة للنظام الجديد القائم على فكرة الفصل بين السلطات أو لا؟ كل مادة نطرح لها السؤال هذا. اثنين، هل يفي بالتزامات ليبيا الدولية في اتفاقية مكافحة الفساد وغيرها من اتفاقية متعلقة بالتجار في البشر وغيرها؟ إذا كانت الإجابة نعم، خلوه زي ما هو حبيبنا، ليش نغيره فيه؟ نحن مش هدفنا قطيعة مع هذا النظام، نحن متطلب من متطلبات المراحل الانتقالية اللي هو إعادة الفحص المؤسسي، اللي هي تمشي في اتجاهين، في اتجاه التشريعات وفي اتجاهات في اتجاه الموت. في عجالة نبدأ يعني من ابتداء من الدكتور طارق أول المعقبين. أثار بالفعل قضية مهمة جدا وهي متراكم القضايا، وأنا عمليا يعني والأستاذ خالد والأستاذ عبد الكريم عارفين هذه المسائل وكم أضنانا موضوع المتراكم القضايا وكذا. طبعا المبدأ المعروف هو سرعة الإنفاذ القانون، هذا مبدأ من المبادئ الأساسية حتى في المواثيق الدولية. يعني بطء العدالة مشكلة، وبالعكس قد ينتهي إلى الظلم يعني. لكن مسألة المتراكم هي مسألة ذات أبعاد كثيرة جدا يعني. تتعلق زي ما تفضل أستاذ خالد في العدد، عدد القضاة بالنسبة للكم الكبير جدا من موضوع القضايا، يعني بشر هم يعني عملية من الصعوبة بمكان أنهم يتولوا هذا الكم الهائل في غضون ظروف معينة. إذن متراكم القضايا رغم أنه هو مسيء للعدالة، يسيء للعدالة، إلا أنه ليس من ذنب القاضي أن تكثر قدام القضايا. فيه جزء بسيط جدا من الإرهاق اللي ممكن يحصل والتباطؤ اللي يحصل والتأجيلات غير المبررة اللي تفضلوا بها دائما التفتيش. وأنا يعني باش نضمها شوي، أنا مع التفتيش، أنا بالعكس ممكن خابني التعبير على الموضوع. هذا جانب. فإذا متراكم القضايا صحيح يحتاج باستمرار إلى دراسة وإلى تطوير هذه الأية. قد يكون مشكلة في التشريعات، وفي كثير من التشريعات اللي عندنا تحتاج التعديلات للسرعة. يعني على سبيل المثال، وانتوا سيد العارفين وانتوا اللي مزاولين المهنة، قاضي الغرفة العبور هذا في الجنايات شنو الدور؟ إحالة، قاضي إحالة يسموه، هذا واحد، وهذا تعطيل بصراحة. القاضي الآخر مستشار التحقيق في المدني، في الاستئناف، التحضير، حضرها وكذا وكذا، ويلم عبارة عن يلم مستندة ويعطلهم كمية جلسة بعد يحولها إلى المرافعة. هذا شيء من التعطيل بصراحة، يحتاج يعني أشياء كثيرة جدا في التشريعات تحتاج إلى تعديلات كثيرة جدا بغية السرعة يعني. طيب، إذن المجلس الأعلى للقضاء في انعقاده في معيتيغا، في سجن معيتيغا، هو للأسف مجلس الأعلى للقضاء يملك بموجب قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر هذا الإذن للمحكمة للانعقاد في مكان غير المحكمة اللي تنعقد فيها، وهذا حصل كثيرا يعني من ضمنها انعقاد محكمة جنايات بنغازي في الكويفية، لكن بأمانة مش داخل السجن القاعة برا السجن، وهذه القاعة استحدثت بلكي علي دينا في قضية الإيدز، فقالوا
هل بلغار ومش عارف كذا ناحية أمنية مش قادرين ننقلوهم. البغازي أنشأوا هذه القاعة في قضية الإيدز بحيث جي الهيئة والباب خارجي ما هوش داخل السجن بأمان يعني، وقاعة جيدة وكذا وإلى آخره ومفتوحة للجمهور، وكانت كل القنوات في تلك الفترة تحضر بما فيها القنوات البلغارية يعني. لكن انعقادها في داخل معيتيقة بدون جمهور، لا هذه يعني لا يمكن أن يكون هذا الانعقاد صحيح، ولا يمكن أن يكون يقر به الواحد يعني. يعني مسألة ما هي صحيحة على الإطلاق يعني. النقطة الثالثة تحصين الطعن في قرارات ضمن مجلس الأعلى للقضاء. بكل تأكيد أي تحصين لقرارات مش مجرد قرارات حتى التشريعات، أي تحصين القرار أو التشريع من الطعن هو مسيء للعدالة بأمانة. العزل والمخاصمة يعني بالفعل تحدث مخاصمة، وهذه هذا في الدعوة التأديبية الدكتور طارق، يعني الدعوة التأديبية للقاضي بكل تأكيد تجري وفق الإجراءات السليمة، وإذا كان انتهت إلى عقوبة العزل فهو انعزل بأمانة. في الدكتور في تراكم القضايا زايد المستوى الفني، الأستاذ خالد والتشريعات اللي تفضلت بها فيما يتعلق بتأثير الاقتصاد والدين وإلى آخره، معروف أن التشريع هو وجهة نظر المجتمع بكل تأكيد، يعني يفترض ما يتبناه المجتمع تحصل في تشريعاته، مش تتفق هذه التشريعات مع وضعية هذا المجتمع. مجتمع يتبنى مسألة الحرية الاقتصادية فلتكن، وزي ما تفضلت بالفعل خليط التشريعات عندنا غريب جدا في هذه المسألة خصوصا في الجانب الاقتصادي، منها حرية اقتصادية على 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 أعلى مستوى، ومنها قيد على الحرية على أعلى مستوى، ومنها تقديس للسلوكيات بالدين وكذا وغيره على أعلى مستوى. فهذه الخلطة خلطة عجيبة جدا في تشريعاتنا ما زالت قائمة حتى الآن، سواء في الجانب الاقتصادي المدني أو حتى في الجانب الجنائي. اللي تفضل به الأستاذ قانون 6 هل يدعم نظام استقلال القضاء؟ أبدا. زي ما تفضل الدكتور عبد الكريم اللي قال لم يحدث أي تعديلات بكثرة إلا هذا القانون ما بعد 2011. يا سيدي حصل اللي تركوها الانتقالي والعلاقي الأستاذ محمد العلاقي هو إزاحة رئاسة أمين العدل أو وزير العدل وترك الرئاسة للقضاء. هذه خطوة يعني حتى ولو كانت شكلية بأمانة ما زالت المفروض يطبعها أشياء أخرى كثيرة جدا يعني، لكن نقوله أول خطوة بدأت في هذا المشوار، فهو بالفعل لا يعزز استقلال القضاء ويحتاج إلى إلغاء وإعادة. وأنا مع الدكتور عبد الكريم أيضا في أن يكون هناك قانون للسلطة القضائية بشكل الأمور كلها واضحة ومعش. أنا يعني أختلف مع الدكتور عبد الكريم فيما يتعلق بممارسة الانتخاب لرجل قضاء لا زال في سدة القضاء، بمعنى هو صحيح أنه ليس هناك نص محدد يقول لا يجوز للقاضي أن يذهب إلى 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 الترشيح وكذا وكذا وهو محتفظ بهذه الوظيفة، لكن هناك نصوص عامة ممكن أن تفسر بهذا تدخل في هذا الإطار يعني، فيكون تكون مسألة تفسير يا دكتور عبد الكريم. والتفسير طبعا نحن نغلب فيه مصلحة القضاء
نسمح لي بس نغلب مصلحة القضاء في 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 حصانة هذه المهنة من 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 من, من لوثة السياسة. نعم. نعم. وفي إشكالية في العمل السياسي. العمل السياسي القاضي أوكي. هذا مطلوب. نعم. لكن بناء الدولة لو جاز أن القاضي يدخل في العمل السياسي لا يمكن يكون رئيس الدولة قاضي. وهذا كلام غير صحيح. مرة القاضي قد رئيس المشكلة. يا سيدي. هذا بناء دولة. يا سيدي. الدولة بعتمد على العمل السياسي. اترك القضاء وعد يبني دولة على حلمة. بس هذا حد. اترك القضاء. لهلا وحدي ابن الدولة زي ما شئت يعني ما هيش لكن أن تمشي للمكان وانت رجل القضاء تقضي بين الناس و يعني تدخل هذه المعركة وتدخل الانتقادات أنا حنعيب عليك كل شيء أنا مواطن لما أنت تجي في مناظرة عامة ما فيش حاجة منلصقة فيك أنا حر فهل هذا يجوز لحرمة القضاء؟ أن يهان على في 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 شسم المناظرة والله غير ما أعتقد أن هذه أنا معك عدلي منصور أنا أستاذ عدلي منصور مستشار عدلي منصور وراه زميل التقينا في المنامة في كذا فهم لكن هذا الدستور يعني يجيز له أيضا أن يتولى هذا المنصب يعني وتولاه يعني مش ساعة معرفتي له بعته يعني فأعتقد أن يعني وصلنا إلى أمور كثيرة جدا مهمة واللي عندي خلص. شكرا لك أستاذ سعد فعلا عرض رائع يعني نقاش مثير للغاية كان هدفنا هو تنمية الوعي المجتمعي بتعقيدات هذه المهنة المشاكل اللي تواجهها التحديات المهنية اللي تواجه العاملين بها ربما نسلط الضوء لجهات أخرى السلطات الأخرى السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني أيضا وكيفية الرقابة عليها غرضنا في النهاية هو أن نحن نكون وسيلة لإصلاح هذه المؤسسة زيادة الثقة فيها تحسين فعاليتها والاطمئنان عليها شاكرة جدا مرة أخرى لحضوركم ونلتقي إن شاء الله في شرف مهنة أخرى.